يا صباح الفل والسعادة على مشاهدي قناة الصحة والجمال وكل مشاهدينا في كل مكان. هكون معاكم صفوة قمر وأمل علام من دلوقتي لمدة نص ساعة وكل يوم أربع في حلقة جديدة من برنامج حقي وحقك. على فكرة بقى اسمه حقي وحقك. أنتي تاني؟ انا أنتي تاني، احنا على الهوا خلاص. طيب، هو اسمه حقي وحقك. اسمه حقي وحقك ليه بقى؟ هو يعني أنا بس أعرف بس حاجة، هو أنتوا ليه بقيتوا كده؟ يعني بقينا كده ازاي؟ ليه بقى عندكم حتة كده واخدين الموضوع على قلبكم قوي؟ والمعاملة مع الراجل راس براس كده، ند لا بند، ليه؟ خالص، هو انا ليه؟ علشان شايفة ان هو يبقى اسمه حقي وحقك، يبقى كده بعمل راسي براسك. لا، دي ابسط حقوقي على فكرة، عادي. أنتِ حتى معترض إن أنا بقول حقي وحقك. طيب، ما انا بقول لك هو اسمه حقي وحقك. الستات طيب الاول. ما هي دي المعاملة بقى بالند، هي لا، دي. مش ند، انا بطلب حقي بس، بقول وجهة نظري، انت اللي واخدها ند. ليه كده؟ ده أنتِ ما اديتنيش فرصة أكمل الجملة. اتفضل. لا، ما هو الندية دي يعني إيه أصلاً؟ هو الندية دي هو اللي انت بتعمليه ده بالظبط كده. لا، انت شايفها بصورة غلط. ليه واخدها بالطريقة دي؟ ما يمكن هي حاجة كويسة، شوفها من جانب تاني، جانب ايجابي. هي ايه دي اللي حاجة كويسة؟ الندية اللي انت عمال تقول الندية عليها حاجة دي. كويسة. هو الندية دي انك بت يعني دلوقتي زي اللي انت بتعمليه بالظبط، انت مترفعة ان انت تسمعي رأي الراجل اصلا، او ان حتى تسيبيني اقولها زي ما انا ما انا عايز سبتك اهو، قلت وتقوليها زي ما انت عايزة. لا، انا يعني سبتك تقول اللي انت عايزه، وانا كمان بقول اللي انا عايزاه، انا بقول رأيي. ده بيولد عند في الاخر. لا، مش ما هو عند، ده هو كل عند. واحد ليه رأي. هو انت هو دلوقتي اللي مش راضي تغلط نفسك. انتوا كده كرجاله بتبقوا شايفين ان انتوا صح وبتجيبوا الغلط انا علينا احنا. ما قلتش اصلا ان انت حتى غلط ولا انا غلط. انا بقول لك ماشي، ليه، يعني عايزك اتفضل. تفهميني ليه انتوا بقيتوا تتعاملوا بالطريقه دي، طريقه الند بالند. لا، احنا مش بنتعامل بطريقة الند بالند، امال ازاي؟ احنا بنعبر عن رأينا. انا دلوقتي بقول رأيي، انا شايفة ان هي يبقى اسمها حقي وحقك، دي وجهة نظري. انت بقى اللي متضايق ومعترض على اللي انا بقوله. ليه؟ عادي، تخيل لو كل ده كان انا عدى. معترض على عادي الطريقه. عادي، مالها الطريقة؟ ما لا زي الفل. ايه انا معترض على الطريقه مش على الموضوع نفسه. وبعدين انت قلت لي حاجه غريبه جدا، انت بتقولي لي انت ليه واخدها في جانب سلبي او جانب وحش. هي هي حاجة ان حلوة الدقيقه حاجه كويسة. حلوه. طبعا انت مصدقه الكلام ده؟ ان مصدقة جدا. طب لما بصي، انا ممكن اشاهد عليكي المشاهدين، لان هو مشاهد، نديه فيها حاجه حلوه، انت ليه شايفها وحشه بتقولي كده؟ فدي بالنسبه لي حاجه غريبه جدا. بس احنا برضو ايه يعني يا جماعة، هنديها فرصة نطلع فاصل، هنديها فرصة يمكن تتراجع عن الكلام اللي قالته ده، ونستأذنك طبعا حتى نطلع فاصل. ولا دي فيها اي تعدي على حقوق ماشي، المرأة؟ موافقة نطلع فاصل. طيب نطلع فاصل صغير ونرجع، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام، وبنتكلم عن الندية بين الرجل والمرأة. وطبعا اكيد حضراتكم دلوقتي مستفزين، زي قصدي متشوقين زي بالظبط، تعرفوا عن شوية عن الندية الجميلة الحلوة اللي الأستاذة أمل كانت بتتكلم عنها. ايه بقى؟ النديه انت واخدها بطريقه سلبيه، شايف ان هي حاجه وحشه على الرغم ان هي حاجه كويسه. ايه الغلط ان انا بدافع عن رايي وبقول وجهه نظري؟ انت ليه شايف ان هي حاجه وحشه؟ هي حاجه كويسه لا، على في فكره. فرق بين انا ان بس انا دافع وفي فرق بين ان انا ابقى حاطه راس براس الند مين بند من بقى قبل ما يبقى في حاجه دافع عنها اصلا. مين اللي بيحكم ان انا عامله راسي براسك؟ انت اللي بتحكم بكده. ليه شايف كده؟ بتحكم على اي لا انت اساس؟ كده برضو ما فهمتنيش، قولي لي برضو هي ليه حلوه، انت ليه هي شايفاها ليه حلوه؟ كويسة؟ علشان أنا بقول وجهة نظري، بدافع عن حقي. ليه أنت شايفها وحشة؟ أنت برضو ما جاوبتنيش. ليه انا شايفها وحشه؟ عشان هي النديه دي كده كده شيء وحش جدا. يعني انت بتتكلمي في ان انا بدافع عن رايي، انا بكلمك في نقطه انه انا اصلا ما حصلش حاجه تخليني ادافع عن حاجه. لا انا بتكلم عن نوعيه الستات اللي واخده ان هي لازم تبقى في وضع مساواه دايما مع الرجل، بل بالعكس ان هي تبقى اعلى او تنتصر عليه. مش اعلى ولا تنتصر عليه، هي شايفه ان هي ليها حق، فبتتكلم عن حقها، بتطلب حقها، بس كده. يا زي الموضوع ايه يعني؟ بسيط زي يعني، ايه؟ زي دلوقتي انت بتقول حقي وحقك. وحقك، انا بقول لك لا، حقي وحقك، انا الست خالقي، المفروض شفت انت يبقى قلتي ايه؟ ليا. اعتراض، اعتراض. لا حقي وحقك. طب انا ما انا هقول لازم حقي وحقك اعترض ليه؟ هقول حقي وحقك ليه؟ عشان الست الاول، يبقى حقي وحقك. لا الطبيعي ان انا لما اجي اقولها هقولها حقي وحقك، ده العادي. بس مش ده موضوعنا، الطبيعي فين موضوعنا مش بقى؟ في اسم يعني البرنامج، طبيعي ازاي احنا يعني؟ موضوعنا في النديه بشكل عام بين الرجل والمراه. يعني انت بتتكلمي دلوقتي في حته ومش شايفه خالص انه في مشاكل كتيره جدا جدا بتحصل، تمام. وانفصال وخراب بيوت بسبب
الكلام ده بس بسبب ان الست دايما عامله راسها براس جوزها وعايزه هي تبقى المسيطره في البيت، ما تسمعيش عندها. بسمع بس علشان الراجل بيبقى مفكر ان الست لما بتتكلم او تقول وجهة نظرها او حتى تطلب حقها ان هي كده بتعمل راسها براسه، لكن تمام. ده غلط جدا. هي بتطلب حقها، هي عايزه تتكلم معاه، عايزه توصل لحل وسط، في مشكله نفسها تحلها، بس الراجل اول ما الست بتتكلم يتضايق قوي وياخد الموضوع على اعصابه. طب ما تتناقش معاه، هي علشان بتحبك بتتكلم معاك وعايزه تحل طب المشكله. ولما بيتناقش معاها بقى ايه اللي بيحصل؟ هو لما بيتناقش معاها هي ما هو بتبقاش الراجل شايفة مش غير عايز الست حتتها بس. تتكلم اصلا. هو ده في رجاله بيقولوا مثلا لزوجاتهم انت ما تفكريش ولا تتكلمي ولا تقرري. طب ده دي كده في طريقه. بداية، يعني هو داخل عليها كده في بداية الموضوع، ولا ده بيبقى لا هو بناء على الراجل حاجات عموما، حصلت؟ لا هو الراجل ما بيحبش ان يعني ان الست تقول رايها او يبقى لها شخصيه، او ان هي حتى لو قالت رايها في حاجه وشايف ان هي صح، لا الحته دي بتضايقه. هو عايز دايما يبقى هو اللي منتصر، هو اللي مسيطر. لا لا خالص، لا لا خالص بيحصل. خالص مستحيل. الراجل كده كده في كتير من الاحيان هو بتبقى نظرته اوسع واشمل بكتير. بس اللي بيحصل ايه في الحالات بقى اللي انا بكلمك عليها دي، تمام. لان ده عمره ما هيحصل في بداية العلاقة، ده بعد حاجات بعد كتير وقت. حصلت ماشي حلو كده. ماشي. فاللي بيحصل ايه، انه بتلاقي الست دايما ما بتسمع، هي اللي ما بتسمعش. يعني هو الراجل بيبقى بيقول وجهة نظر معينة، بس هي في دماغها ان هي عايزة الحاجة دي، ملهاش دعوة بقى، مش قادرة تحسب الحسابات التانية. ايه اللي بتحطه بقى قدامها؟ ان الراجل ده هو عايزني كده، هو ما عايز طب ما يسيطر عليا. يتكلم معاها ويفهمها. يعني اللي انا فهمته من كلامك ان اللي انت تقصديه كل الكلام اللي انت بتقوليه ده، تمام. انك شايفة ان الدية دي حاجة حلوة علشان علشان محدش يقدر يسيطر على الست، وان ده بيحافظ لك على كيانك والكلام اللي بتقوليه ده. ومش فكرة ان هو يسيطر عليا، فكرة ان انا يبقى لي حق واتكلم واقول رأيي. لا ما انت بتتكلمي اهو وليكي رايك اهو، طيب ما احنا هو انت متضايق اهو، ما بتدينيش فرصة اصلا، انت اللي عمال تتكلم. لا انت بتتكلمي اهو. يعني تعالي نبص كده، مثلا عايز قولي لي سبب ليه الكلام ده منتشر دلوقتي بشكل كبير جدا، مع ان اهالينا بقى وامهاتنا ما كانوش كده يعني، وكان في احترام للراجل وخضوع ليه وتقدير. هو بص اللي يعني من اتفضل. الاخر عشان تفهمي وجهة ايوه نظري، اتفضل. كان بيحصل ايه؟ كان في التزام بقواعد الدين والشريعة والمجتمع والاصول في كيان الراجل، في الحفاظ على كيان الراجل، ماشي. والست هي اللي كانت بتعمل ده. كل ليه ده بقى انتشر ده دلوقتي؟ كل ده موجود على فكرة، بس في رجالة مش زي زمان. يعني زمان كانت الرجالة الأغلبية كويسة، فكان الطبيعي جدا ان الست هي كمان هتبقى هو كانت كويسة. تستجري زمان ست تقول حقي وحقك زي ما انت طب بتقولي كده، وهي وتدخل تقطعني بتعمل في وسط اي، الكلام. ما عملت كانتش ايه غلط؟ تستجري ايام سي لا السيد والحاجات دي. عملت ايه؟ لا لا سي السيد ده انسى خالص، ده نموذج سلبي اصلا، يعني مش هنتكلم عنه، ممنوع. لا بلاش السيد، انا ما بتكلمش على لكن الحاله لو نفسها، انا هنتكلم بتكلم عن زمان، لا لو هنتكلم عن زمان، زمان الراجل فعلا كان كويس جدا، كان بيقدر الست وبيحترمها، كان شايلها جوه عينيه مع مراته واخته وخطيبته، حتى في الشغل كان في رقي في التعامل. تعالى شوف دلوقتي، لا احنا بنشوف حاجات صعبة. الرجالة الازواج، انت اكيد بتسمع مثلا عن ازواج مش متحملين مسؤولية بيت ولا اولاد، والست هي اللي بتتحمل. انت عايز بعد المعاملة السيئة اللي بتطلع من الراجل الست كمان تشيله جوه عينيها وتقدر والجو ده؟ انا مش بكلمك ما بقى عن هي بقى المعاملة السيئة. بالطريقة دي هي بتبقى بتعمل راسها براسه زي ما انت بتقول، او بنوصل لمرحلة الندية، هي بقى بتبدأ تتكلم لان هي اللي شايلة العبء بداله، شايلة المسؤولية بداله، فطبيعي تتكلم وتقول رأيها وتطلع كل اللي جواها، نسيبها بقى براحتها. يعني انت شايفة ان انتوا بتاخدوا الندية وسيلة مش غاية؟ اه هي وسيلة، يعني وسيلة؟ انا بعبر ايوه عن انا رأيي. عايزك كده تفتحي لي قلبك كده يعني ممكن. يعني انت دلوقتي بما انك انت اعترفتي ان هي هي وسيله، وسيلة وسيله مش غايه، يعني ده من بالظبط. الاخر سلاح كده انتوا مكمنينه، يعني بص لا لو هندخل شايلينه بقى في لوقت عوزه. مرحلة أسلحة وكده، لا خلينا ناخد هدنة كده الأول ونطلع فاصل ونرجع تاني نكمل بقى المعركة اللي احنا فيها. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الهدنة، ولسه مكملين ندية، قصدي لسه مكملين نقاشنا. وطبعا احنا قبل الفاصل كنا بنتكلم في انه الستات، او باعتراف استاذة امل، انه الستات مش قوي على عندهم فكرة. سلاح شايلينه الوقت عوزة، وهو سلاح الندية.
بيطلعوه امتى بقى؟ لازم من حقنا نعرف يطلعوه امتى. ادافع عن نفسي لما اللي قدامي يكون بيحاول يقلل من قيمتي ومش عايز يديني حقوقي، لا لازم ادافع عن نفسي واطلع كل الاسلحه، مش هسكت واسيب حقي. يعني بمعنى ايه برضو؟ يعني امتى تتعاملي بالنديه؟ او انت على حسب كلامك انا شايف انه في ستات انا كتير عايزه بتتعامل بس بالنديه اقول من لك، اول انا علاقه. لحد دلوقتي مش مقتنعه برضو ان هي نديه. انت عمال من اول حلقه نديه نديه، انا يعني طب قولي لي هي ايه؟ بعديها. طيب قولي لي هي هي ايه؟ انا بدافع عن حقي، بقول وجهه نظري، رايي. انت اللي واخدها نديه. لا، في فرق كبير بين ان انا بقول وجهه نظري او رايي وان انا عايز افرض وجهه نظري او رايي، انا ده مش فرق عايزه كبير. افرضها بس متمسكه بيها، هي وجهه نظري وانا متمسكه بيها. انت حقي مثلا مش هتنزل عنه، بس ماشي. انتوا بقى كرجاله عشان ما بتغلطوش نفسكم خالص، شايفين ان هي كده الست ما عشان بتحاول احنا اصلا تسيطر. غلطاتنا قليله، فطبيعي ان احنا مين ما ده نقول اللي انه غلط. غلطاته مثلا طب اقول قليله؟ لك على حاجه بالمناسبه، يعني لا 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 اقول لك بالمناسبه، كان اتفضل. دكتور مدحت عبد الهادي، دكتور العلاقات الاسريه والصحه النفسيه، تمام. كان عامل حاجه بيشرح فيها للستات او بيوضح لهم هو ليه دايما الراجل ممكن يشوفها نكديه. ليه بقى؟ كان من رأسها، هو على رأس الحاجات دي يعني، كان الندية، وإن هي بتتعامل مع الراجل دايما ند بند، فدايما هو شايفها نكدية وشايفها إن هي هدفها الأول والأخير كسب المعركة في النقاش. هقول لك ليه. فكان بينصحهم بكده، ده راجل الراجل بيفهم بقى أكتر مننا. ماشي، علشان الراجل دايما بيبقى مفكر ان الست لما بتتكلم معاه وبتتناقش ومش بتنفذ اوامره كده على طول من سكات، يبقى هي كده عايزه تسيطر وان هي بتفتعل المشاكل، لكن هي مش كده. طبيعه الست غير الراجل، هي عايزه تتكلم. هي الست بطبيعتها بتحب تتكلم جدا، بتحب اللي تمام. يناقشها ويوصل معاه الحل. الراجل مختلف تماما في الحته دي. الراجل مثلا لو عنده مشكله تلاقيه يفضل ان هو يبقى مع نفسه، لكن تمام. الست مش كده. انتوا بقى لما ما هي تسيبوش بقى بقى في اللحظة دي، تسيبوش مع نفسه ما خالص. سيبوش طبعا. صح. هقول لك نوصل لحل وسط. ايه المشكله ان انت بتحب تبقى مع نفسك وهي عايزه تتكلم، كل واحد يبقى عارف طبيعه التاني ونحاول نوصل لحل وسط. ايه المشكله؟ لكن الراجل لا، فعلا بيبقى عايز الحاجه اللي بتريحه من غير نقاش. الست بقى ما بتحبش كده، بتحب تتناقش وتتكلم وتوصل لحل وتاخد رأي لا، هو غيرها. بيبقى عايز الحاجة الصح تحصل وممكن يحصل نقاش، بس نقاش في انت الاتجاه بتقول اللي بقولك ممكن، عليه طب ده. ده ينفع؟ ما ينفعش نعيش حياتنا بممكن دي، لازم نبقى ما متفقين. احنا هنتناقش، بس انت بقى يعني شوفي انت مرة كل واخدة 10 سنين؟ الموضوع ازاي. ما انت مش مقتنع خالص. ازاي يعني؟ ازاي ممكن نتناقش؟ هي الحياة تنفع من غير مناقشة واسلوب حوار ما بيننا ويبقى فيه تفاهم؟ مرة هاجي على نفسي وانت مرة هتيجي على نفسك. يعني انت شايفة الأسباب أصلاً بقى اللي تخلينا نوصل للحتة دي إيه؟ الراجل السبب. هقول لك ليه. لو الست اللي قدامه متعصبه ومتضايقه ومتمسكه برايها وما بتغيرش اللي في دماغها، وزي ما انتوا بتقولوا ان هي الند بالند، طب ما هو ده اكيد ليه اسباب. اكيد الراجل اللي معاها ده موصلها للمرحله دي، مثلا ما بيقدرهاش، بيقول لها كلام يضايقها، بيقلل من شانها، مش مقدر حجم ما بيقدرهاش. المسؤوليه. بمعنى إيه؟ مش بيقدر مثلا حجم المسؤوليه اللي هي بتشيلها، يعني هي عليها اعباء. دايما الراجل شايف ان الاعباء اللي الست بتتحملها في الحياه، البيت والاطفال والمذاكره والحاجات دي كلها حاجات بسيطه جدا، على الرغم ان هو يروح الشغل كام ساعه يجي خلاص يروح الشغل منهار. كام؟ هو في حد دلوقتي منهار. بيروح الشغل كام ساعة؟ اه في، هو في حد بيروح البيت كام ساعة وبيشتغل بقية اليوم حضرتك لا مطحون وفي عشان ناس يلبي بقى مقضيه احتياجاته؟ الوقت كله مع اصحابها ويجي يقول لك ان هو يا حرام كان في الشغل وتعبان والدنيا صعبه. ما هو في كل النماذج، واحنا يعني لو النموذج اللي معاها ده كويس اكيد برضه هي مش هتبقى سيئة. الراجل هو اللي بيوصلها للمرحلة دي لما يكون سلبي معاها وبيرمي المسؤولية والحمل كله عليها وبيقلل من قيمتها، اكيد هي طب هتعمل، ولما يكون الراجل بيقدرها وبيعمل الحاجات دي كلها هتشيلها جوه عينيه. وهي لا برضو، هتشيله جوه عينيها. طب بصي، هو انا يعني الحتة دي اتفقت معاكي فيها نسبيا. لا لازم تتفق. نسبيا؟ لا نسبيا مش قوي، مش قوي. ليه؟ علشان انا كراجل بشوف تمام. انه لا، في اسباب تانية كتير، في ستات كتيرة بالرغم من انه بيبقى الراجل بيقدرها وبيعمل الحاجات اللي انتي اتكلمتي عنها دي والدنيا تمام. كويسة، ولكن هي عايزة تحس بان هي مسيطرة وعايزه تفرض نفسها كده في وسط اصحابها. لما تيجي واحده من صحباتها تبقى بتحكي على موقف مع جوزها او اي حاجه من الحاجات دي، تقول لك مثلا انا جوزي ما يقدرش يعمل كده، ده انا عملت معاه خناقه وقعدنا كتير قوي عشان في الاخر اوصل للحاجه اللي انا عايزاها دي وعملتها. فده بيؤدي للعند وبيؤدي لانه اكيد الراجل مش هيسلم لده. بس هقول لك، الست بطبعها حنينه
وسهل جدا لو انت شايف زي ما بتقول ان هي داخله العلاقه عايزه تسيطر والكلام ده كله، انت تقدر تغير النقطه دي عندها لو انت حبيتها واحترمتها وقدرت تحتويها. وفي حاجه كمان مهمه جدا، الست بطبيعتها وتكوينها الجسدي والهرمون. طب ما انا كمان بديك مساحه، انت من الصبح عمال تتكلم وانا ساكته والله. اتفضل. الست بطبيعتها تكوينها الهرموني والجسدي مختلف عن الراجل، يعني بيجي عليها اوقات كتير تبقى مبسوطه، اوقات تانيه متضايقه، اوقات متعصبه، اوقات هاديه، وممكن يجي عليها وقت تبقى هاديه فيه تفتكر موقف هي عملته كانت متعصبه، تحس ان هي لا الموضوع كان زايد عن حد، وتراجع نفسها وتعرف غلطها. علشان كده الراجل، انا دايما شايفه ان الراجل هو العامل الاساسي. الست مهما كانت قدامك كويسه او فيها اخطاء او بتعمل راسها براسك زي ما انت بتقول، انت قدم لها حاجه كويسه هتلاقي ان مفيش حاجه بتبقى من طرف واحد يا امل. يعني ما انت لما تقدم حاجه كويسه للطرف اللي قدامك هتستنى وتدي فرصه مره واثنين وثلاثه، اكيد هيبقى في تغيير. طب انت مش شايفه ان احنا عايشين بجد في تصدير افكار غير عادي على فكره استقلاليه المراه والسترونج اندبندنت وومن والكلام ده، اللي هو في الاخر بيؤدي لايه؟ ان كل الاجيال اللي طالعه وكل اللي لسه داخلين على خطوبه على زواج على المراحل دي كلها، الكلام ده البنات كتر ما بتشوفه من كتر ما بتسمعه خلاص بيملى دماغها بشكل غريب، فهي بتبقى داخله اصلا العلاقه هو ده، مع ان في الاخر ده لو بصيتي هيوصلنا لايه؟ وصلنا ان بقى في حالات كتيره جدا في الاسره الواحده، في حالات جمود وحالات ما فيش الاحساس الاسره، يعني وده عكس الفطره اصلا ربنا خلقنا عليها بالزبط. وفكره تكوين الاسره اصلا اللي قايمه على الموده والرحم. هتفق معاك في النقطه دي، بس برضو ايه اللي بيوصل اي واحده ان هي وهي داخله العلاقه تبقى عارفه ان هو ده هدفها؟ هي سمعت من نماذج حواليها وشافت في الحياه نماذج كتير مرعبه، يعني شايفه مثلا صاحبتها جوزها مش متحمل المسؤوليه، او واحده تانية جوزها بيهنها، داخله مرعوبه عايزه يبقى، فهي بقى بينها وبين نفسها عايزه يبقى لها شخصيه وكيان. ودلوقتي بسمع كلام كتير من بنات ان هي قبل ما اتجوز لا انا عايزه اشتغل واعتمد على نفسي وامن مستقبلي عشان خايفه من اللي هيحصل بعد كده. ما هي دي المشكله اللي انا بكلمك، ما دي مشكله حقيقيه. علشان للاسف في رجاله كتير الافكار دي هي اللي بتعمل مشكله. وخلي بالك احنا ابتدينا يعني نتفق شويه، فخلينا متفقين ان الافكار دي سواء بقى على الراجل ما هو او على الست، ففي الاخر الافكار اللي احنا بنصدرها اللي هي في الاخر بتدعو لاستقلاليه الست، وان هي لا ما انت ما فيش راجل يمشي حياتك، طب ما تعيشي لوحدك، طب ما الكلام ده كله في منتهى الخطوره. بالظبط. فمع ان انا شايف انه ده سببه الاساسي كم الانفتاح اللي احنا بقينا فيه، في حين ان هو المفروض يبقى سبب اولى ان احنا نفهم بعض. يعني انت كنت قلتي في نص الكلام حاجه مهمه جدا انا بشوفها مفتاح لاي مشكله في العلاقه ما بين الراجل والمراه، يعني تمام. انه لازم يبقى في مساحه كل واحد مدي للتاني مساحه بالزبط. انه يعرفه يفهم طبيعته وان احنا مختلفين عن بعض. بالظبط. دي مهمه جدا، الراجل والست يراعوا النقطه دي جدا. وكراجل هو اي راجل ليه الحق طبعا ان هو يقول رايه ويعترض وليه كامل الاحترام، بس لازم يفهم طبيعة الشخصية اللي قدامه ويحاول يتعامل معها ويوصل لحل وسط، عشان في رجالة للأسف بترفض تماما ان هي اصلا تتناقش او توصل لحل وسط، شايف انه الكلمة الاولى والاخيرة ليه بس. ده غلط. لا هو بصي، هو يعني الكلمه الاولى والاخيره ليه ماشي، بس يبقى فيه يعني اللي انا عايز اقوله عشان الناس ما تفهمش الكلام غلط، لا طبعا انت كامراه ليكي كل الحق ان يبقى ليكي وجهات نظرك ويبقى ليكي كيانك وانك الراجل يسمعك وكل الكلام ده، ولكن في اطار انه في الاخر هو المسؤول عنك وعن البيت ده. والله لو هو شايل المسؤوليه شيله في عينيا، يعني دي اهم حاجه. الراجل لما يبقى متحمل المسؤوليه وراجل محترم يبقى خلاص بقى. للاسف يا امل احنا وقت حلقتنا خلص للاسف، وان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي نشوف حضراتكم في حلقات جديده من برنامج حقي وحقك. حقي وحقك. طيب احنا خلينا احنا اتفقنا ان احنا مختلفين، ولكن متفقين على ان احنا نسوي من اختلافنا بالظبط ما يساوي بيه، يعني نصنع من اختلافنا ما نساوي بيه خلافنا، ومكملين دايما مع بعض للنهايه. نشوفكم على الف خير.